السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في محاضرة جديدة من محاضرات الهندسة الوراثية المعدة لطلبة المرحلة الرابعة في قسم التحليلات المرضية في كلية العلوم، إلقاء دكتور بسام شيروزة. الحديث ما زال مستمر في مواضيع الهندسة الوراثية، واليوم إن شاء الله نتكلم عن ملخص للمحاضرة الخامسة. في المحاضرات السابقة أخذنا الـ induction والـ repression للـ promoter الذي يستخدم عادة في مجال الهندسة الوراثية. في هذه المحاضرة هناك تكملة عادة لهذه المحاضرة السابقة، راح نذكر فيها مجموعة من البروموترات، وراح نذكر أيضا أمثلة على كيفية الـ induction وأمثلة على كيفية الريبريشن اللي يصير بتلك البروموترات. أيضا راح نتطرق إلى بعض المشاكل اللي تنتج من السيكونس لبعض الجينات التي تستخدم في مجالات الهندسة الوراثية. So here is the example, here is the title, examples of promoters used in expression vectors. مجموعة أمثلة على البروموترات اللي تستخدم في الاكسبريشن فيكتور في بكتيريا الإيكولاي. النوع الأول نسميه اللاك بروموتر، واللاك بروموتر مثل ما حضراتكم تعرفوا وأخذناه أيضا بالمحاضرة السابقة، إنه عادة هذا اللاك بروموتر موجود في الطبيعة، في يقوم بوظيفة تنظيم الترانسكريبشن لجين يسمى باللاك زيت جين، وهذا الجين يكون مسؤول عن إنتاج بروتين يسمى البيتا جلاكتوسايديز. وقلنا البيتا جلاكتوسايديز هو عبارة عن إنزيم يكون قادر على تكسير سكر اللاكتوز إلى جلوكوز وجلاكتوز. هذا النوع من الإنزيمات عادة يمكن تحفيزه بمادة اللاكتوز، بمعنى أنه إذا أكو لاكتوز راح يصير سويتش أون، وبالتالي راح البروموتر يحفز على عملية الترانسكريبشن مات اللاك زد جين، وبالتالي راح يعطيني بروتين يكون قادر على تكسير اللاكتوز اللي موجود بالميديا. في الغالب عادة في مواضيع الهندسة الوراثية نستخدم مادة كيميائية أخرى تكون أنالوج لللاكتوز اللي هو الاي بي تي جي، فبالتالي وجود هذا الاي بي تي جي بالميديا راح يكون هو الاندكشن، هو الانديوسر المن لللاك بروموتر. سو بالتالي هنا شو نقول؟ نقول انه the addition of this chemical into the growth media switch on transcription of a gene inserted downstream of the lac promoter that is present in expression vector. بمعنى انه اضافة هذه المادة الكيميائية الى الميديا او الجروث ميديا مات البكتيريا راح تسبب switching on المن لعملية الترانسكريبشن لكل الجينات اللي يكون موجودة تحتها. بمعنى انه عادة بالفيكتور راح يكون اكو بروموتر هو لاك بروموتر، بعد اللاك بروموتر نخلي الجين اللي احنا نريده، يعني هذا اللاك بروموتر بالطبيعة هو ينظم اللاكزت جين، ولكن بالاكسبريشن فيكتور اللاكزت جين عادة يكون ما موجود، يكون موجود فقط لاك بروموتر، بعد اللاك بروموتر على سبيل المثال انسولين. فبالتالي اذا اكو كان موجود لاك بروموتر وبعد اللاك بروموتر اكو جين الانسولين، بمجرد انه اعطي اي بي تي جي للبكتيريا اللاك بروموتر راح يشغل لي الترانسكريبشن مالت من مات الانسولين. طيب هذا نوع من انواع البروموترات اللي مستخدمه في مجال الهندسه الوراثيه، واللي يكون عاده موجوده بالاكسبريشن فيكتور، يعني بالبلازميدات اللي يتم شرائها او التي يتم تصنيعها في المختبرات. هناك نوع اخر من البروموترات يسمى التريبتون بروموتر، وهذا التريبتون بروموتر عاده is upstream of the gene coding for several of enzymes involved in biosynthesis of the amino acid tryptophan. هذا التريب بروموتر يكون عادة في الطبيعة، بمعنى انه يكون موجود في البكتيريا، يكون عادة مسؤول عن عملية انتاج انزيمات، او يكون مسؤول عن عملية تنظيم الترانسكريبشن المن لمجموعة انزيمات
تكون أساسية في عملية صناعة الحامض الأميني تريبتوفان. فنقول is upstream بمعنى أنه يكون قبل، upstream معناه أنه قبل الجين، يعني فوق تسلسل الجين. هيك ترجمتها is upstream of genes، وهذا يا جينات، الجينات اللي تكون عادة الكودينج اوف سيفرال انزيم، مجموعة انزيمات تكون أساسية في عملية صناعة الحامض الأميني تريبتوفان. طيب هذا التريبتوفان بروموتر يكون ريبريست باي تريبتوفان، بمعنى انه اذا اكو موجود تريبتوفان الخلية ما تحتاج تصنع تريبتوفان، فبالتالي وجود التريبتوفان الان يكون عادة كريبريسر، يثبط عملية الترانسكريبشن، وهو تماما يعمل عكس اللاكو بروموتر. But is more easily induced by 3 beta indolecranic acid، بمعنى انه وجود هذه الماده الكيميائيه راح تحفز التريبتوفان. فبالتالي في الهندسه الوراثيه اللي نستخدمه احنا ناخذ البروموتر التريبتو اللي هو تريبتوفان بروموتر، ونخلي بعد التريبتوفان بروموتر الجين اللي احنا نريد نسوي له اكسبريشن. بالتالي هذا التريبتوفان بروموتر موجود وين؟ بالبلازميد. طيب فاذا ضفت تريبتوفان للخليه الجين اللي انا خاله بعد البروموتر مال التريبتوفان بعد ما يكون يشتغل يصير بي سويتش اوف. اما اذا خليت الماده الكيميائيه 3 بيتا اندول كايرليك اسيد زين، فراح يحفز بناء الجين، راح يحفز بناء البروتين اللي موجود تحت سيطره التريبتوفان. كذلك الحال النوع الثالث اللي هو تاك بروموتر، وهذا النوع عاده يكون هايبريد، بمعنى انه يكون هايبريد ما بين التريبتوفان واللاكو بروموتر، هو يكون اقوى من الاثنين زين، و يتم تحفيزه يعني عمليه الاندكشن يتم عن طريق الاي بي تي جي از ويل. النوع الثالث اللي هو لامدا بي ال بروموتر، هذا النوع يكون عاده ينظم بدرجات الحرارة. إذا كانت درجة الحرارة عندنا مثال، إذا كانت درجة الحرارة عندنا الساعة على سبيل المثال، النوع دي، النوع دي نلاحظ أنه إذا كانت درجة الحرارة أكثر من عفوا درجة الحرارة أقل من 30 no transcription، ولكن إذا درجة الحرارة أصبحت فوق الثلاثين راح يتحفز ويصير switch on بالجين اللامدا بي ال بروموتر. طيب النوع الخامس هو التي 7 بروموتر، شوية هذا النوع مهم جدا. التي 7 بروموتر is control the RNA polymerase. التي 7 بروموتر هو عبارة عن بروموتر موجود في فيج اسمه التي 7. بالتالي اللي يصير انه احنا ناخذ هذا السيكونس من الفيج تي 7، وهذا التي 7 بروموتر عاده يكون مسيطر على عمليه الاكسبريشن مات الار ان اي بوليمرز مات التي 7 بكتيريوفاج. فبالتالي اللي يصير انه this RNA polymerase is much more active than the E. coli RNA polymerase, which means that a gene inserted downstream of the T7 promoter will express the IHAT level. اللي يصير هو كالتالي، اللي يصير انه في معظم الاحيان او في غالب الاحيان بعملية الكلونة نستخدم T7 RNA polymerase لعملية الكلونة. طيب كيف يتم هذا الأمر؟ لعملية عفوا الإكسبريشن مالت الجينات. اللي يصير هو كالتالي، هو إنه ناخذ الـ T7 RNA polymerase، يعني الـ RNA polymerase اللي موجود بالبكتيريوفيج، ناخذ الجين مالته وندخل هذا الجين مالته بالجينوميك DNA مالت الإيكولاي. بمعنى إنه آخذ فيج T7، اخذ الجين اللي مسؤول عن تصنيع الار ان اي بوليمريز بالفيج، هذا الجين اللي مسؤول عن تصنيع الار ان اي بوليمريز مالت الفيج اخذه انقله وين؟ بالجينوميك دي ان اي مالت البكتيريا الايكولاي، ويكون تحت سيطره التي 7 بروموتر.
فبالتالي هنا خلية البكتيريا تقوم تنتج لي من الجينوم دي ان اي ار ان اي بوليمريز مات البكتيريوفاج بداخل الخلية. طيب هذا الار ان اي بوليمريز اللي يخرج يكون عادة يذهب يرتبط وين؟ بالاكسبريشن فيكتور. فبالتالي انا ايش اسوي؟ اسوي تي 7 بروموتر موجود وين؟ بالفيكتور. بالتالي كل التي 7 ار ان اي بوليمريز اللي يخرج من الجينومك دي ان اي مات الاي كولاي راح يروح ويرتبط وين؟ على التي 7 بروموتر اللي موجود بالاكسبريشن فيكتور. اعيدها، اللي يصير هو كالتالي، انه يقومون بهندسة خلية الايكولاي بحيث ينقلون الجين المسؤول عن تصنيع الـ RNA بوليمريز اللي موجود بالفيج الى الجينومك دي ان اي مات الايكولاي، فتقوم الايكولاي بصناعة التي 7 RNA بوليمريز. بعدين ياخذون فيكتور، الفيكتور هو اكسبريشن فيكتور، ياخذون هذا الفيكتور ويصمموه بحيث يحوي على بروموتر، هذا البروموتر نسميه تي 7 بروموتر، يرتبط عليه التي 7 ار ان اي بوليمريز اللي يصير له اكسبريشن من الجينومك دي ان اي كولاي. فبالتالي تكون اكو سبيسيفيسيتي بحيث انه الار ان اي بوليمريز مات الاي كولاي ما راح يقدر يروح يرتبط على يمن على البروموتر اللي موجود بالاكسبريشن فيكتور. طبعا هذه ملاحظه جدا مهمه وينبغي يتم يعني التركيز عليها. ليش؟ لأنه أمر مهم جدا. So هنا عندنا الشرح مالتها. The gene for the T7 RNA polymerase is inserted in the E. coli genome. إذا T7 RNA polymerase الجين مالته يحشر بالـ E. coli genome under the control of lac promoter. فبالتالي إذا ضفت IBTG، الـ IBTG إيش راح يسوي؟ راح يحفز الـ RNA polymerase ال تي 7 ار ان اي بوليمريز حتى يصير بي اكسبريشن. بالتالي زين لما يصير بي اكسبريشن راح يروح هذا الار ان اي بوليمريز يرتبط وين؟ بالفيكتور. طيب وينظم عمليه الاكسبريشن. خلينا نشوفه بالرسم يكون اوضح. عندنا الان هذا تي 7 ار ان اي بوليمريز الفيجر رقم اي. التي 7 ار ان اي بوليمريز اضيف الاي بي تي جي راح يحفز لي تي 7 ار ان اي بوليمريز يخرج من الجينومك دي ان اي، يصير بي اكسبريشن من الجينومك دي ان اي. بعدين لما يصير بي اكسبريشن هذا التي 7 ار ان اي بوليمريز يروح يرتبط وين؟ بالاكسبريشن فيكتور، لانه الاكسبريشن فيكتور مصممي يكون حاوي على التي 7 ار ان اي بروموتر. فبالتالي فقط التي 7 ار ان اي بوليمريز يرتبط على البروموتر اللي موجود على البلازميد. زين زين شنو الفائدة من عدة؟ الفائدة من عدة انه التي 7 ار ان اي بوليمريز اقوى بعملية الارتباط بمن؟ بالتي 7 ار ان اي بروموتر، وكذلك يسوي تعبير يكون بتركيز جدا عالي. فبالتالي ينبغي الملاحظة انه التي 7 ار ان اي بوليمريز هو غير الاي كولاي ار ان اي بوليمريز اللي تفرز الاي كولاي او تنتجه بشكلها الطبيعي. طيب هذه مجموعة امثلة على البروموترات. احنا عندنا ملاحظة انه عندنا بروموتر وعندنا رايبوسوم بايندينج سايتس وعندنا تيرمينيتر، هذه كلها بوجود الجين اللي ينحشر نسميه كاسيت، فهنا يسموه كاسيت عن جين فيوجن. الملحوظة المهمة اللي اريد اتكلم عنها بهذه الملاحظة هو انه الفيوجن بروتين، شوي خلينا نتكلم عن الجين فيوجنز. زين يقول انه سم كاسيت فيكتور ذات كلون some cassette vectors, the cloning site is not immediately adjacent to the ribosome binding sequence, but instead is proceed by some nucleotide belong to the E. coli vector. Can this cause a problem? قبل ما نجاوب هذا السؤال خلينا نفهم هو شنو اللي يصير. اللي يصير في بعض الأحيان إنه عندنا إحنا بروموتر، إذا أردنا نجيب الجين مباشرة بعد البروموتر فماكو مشكلة، ولكن بعض الأحيان يكون عادة بعد البروموتر بعد الستارت كودون تسلسلات نيوكليوتيدية غير تابعة للجين اللي أنا أرد أجيبه وأحشره بالفيكتور. يعني على سبيل المثال إحنا دائما نطرح مثال نقول إنه جين الإنسولين، بمعنى إنه لما أجيب جين الإنسولين
ما أخليه مباشرة بعد الستارت كودون، وإنما يكون أكو بعد الستارت كودون سيكونس تابع للإيكولاي. هذا السيكونس التابع للإيكولاي راح يكون غريب عن 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 جين الإنسولين، فبالتالي يعني بهذه الحالة راح يكون أكو بروموتر، ستارت كودون، سيكونس تابع للإيكولاي، ثم بعد ذلك موقع الريستركشن سايت اللي أقدر أحشر به الجين اللي أنا أدخله بالفيكتور. طيب بهذه الحالة إيش راح ينتج لنا؟ راح ينتج لنا فيوجن بروتين. الفيوجن بروتين هو شنو؟ هو الجين اللي أنا دخلته والنيوكليوتيدات اللي واقعة قبل الجين وبعد الستارت كودون اللي تابع للإيكولاي. هذه الإضافة، هذا الإضافة مع النيوكليوتيدات اللي تابعة للإيكولاي راح نسميها تاج. زين. Insertion of the foreign gene into this restriction sites must be down where the two reading frame are fused. طيب شنو معناه هنا؟ عادة احنا عندنا كل ثلاث كودونات تعطي امينو اسيد، فلذلك اول ستارت كودون ATG لازم تيجي بعدها ثلاث كودونات حتى تعطي امينو اسيد لاحق، ثم بعد ذلك ثلاث كودونات اخرى حتى تعطي امينو اسيد اخر. طيب لو فرضنا انه عملية الحشر تمت بحيث ثلاث كودونات اولى الستارت كودون، ثلاث كودونات الثانية، ثلاث كودونات الثالثة، ثلاث كودونات الرابعة، ثلاث كودونات الخامسة، وبعد ذلك بدال ثلاث نيوكليوتيدات وانما اجانا اثنين نيوكليوتيدات نتيجة قطع بانزيم قاطع معين ما، ثم بعد ذلك حشرنا الجين مالتنا، اللي يصير شنو؟ راح يصير شيء اسمه فريم شيفت. الفريم شيفت شنو هو؟ انه النيوكليوتيدات ما راح تقرأ بشكل صحيح. يعني جين الانسولين اللي حشرناه المفروض انه ATG اول كودون اللي هي تعطينا ميثاينين ما راح تقرأ بشكل صحيح. ليش ما راح تقرأ بشكل صحيح؟ لانه قبلها الكودون عبارة عن اثنين تابعة للإيكولاي ولحقتها كودونات تابعة للانسولين، فبالتالي كل جين الانسولين او كل البروتين اللي راح ينتج بروتين غير صحيح نتيجة انه الفريم ما دمج بشكل صحيح. طبعا هذا ما راح نقدر نفهمه الا نتابع الرسم بشكل واضح هنا. زين، اذا ننتبه للرسم، اذا ننتبه هنا الى النون فريم شيفت. النون فريم شيفت عندنا هنا اذا تلاحظون، او خلينا نبدا الرسم من البدايه. Start of an E-coli gene. عندنا هنا هذا E-coli gene. عندنا إذا تنتبهون فوق، ما فيش الماوس ما دا يطلع. دقيقة. جيد. لا الماوس اشتغل. عندنا هنا البروموتر، عندنا هنا الرايبوسوم بايندينج سايتس، وعندنا هذا السيكونس اللي تكلمنا عنه اللي سميناه تاج او سويناه فيوجن تاج. طيب ثم بعد ذلك عندنا هنا اليونيك ريستركشن سايت، فبالتالي اجينا احشرنا الجين مالتنا بهذا المقام. طيب هنا ايش عندنا؟ عندنا سيكونس تابع للايكولاي وهنا الجين مالتنا. خلينا نفرض انه هذا الجين هو جين الانسولين، هذا البروموتر، هذا الرايبوسوم بايندينج سايتس، هنا انا عندي الستارت كودون، خلينا نقول هنا الاي تي جي، ثم بعد ذلك هذا السيكونس كله تابع للايكولاي. طبعا هذا وين؟ بالفيكتور. زين، ثم بعد ذلك خلينا نفرض انه هذا الفورين جين هو الانسولين. شوي انتبهوا لي، اذا هنا نلاحظ انه على سبيل المثال انه الكودونات 1 2 3، اوكي هذا امينو اسيد، خلينا نفرض انه هنا عندنا 1 2 3، المفروض بعدها ايضا خلينا نقول 1 2 3. زين، ثم بعد ذلك الكودون مالتي مات هذا الانزيم ما تعرفوا الجين، زين، يبدا من ATA ثم بعد ذلك TTA. طيب اذا هنا راح نشوف انه كل ثلاث سيكونسات راح تسوي لي امينو اسيد، وبالتالي هذا فريم مات الايكولاي
بشكل متناسق مع الفريم مالت من؟ مالت الجين مالتي. وبالتالي كله راح يترجم وراح يطلع لي بروتين، وهذا السيكونس اللي موجود هنا راح يكون موجود بالان تيرمينال دومين مالت البروتين، وسميناه هذا بالايكولاي سيجمنت او سميناه بالتاج. طيب شنو معنى الفريم شيفت؟ خلينا ننتبه. لو فرضنا هنا عندي ثلاث نيوكليوتيدات، 1 2 3، ثم بعد ذلك قطعت قطع بانزيم معين بحيث قطع لي جي سي، زين، ومن قطع لي جي سي قطع لي وياها اكو اي، فصار جي سي اي تي. اللي يصير هنا اذا انتبهوا راح يصير 1 2 3، اوكي، جي سي هنا عندي التي قطع لي اياها بحيث اختفت التي. اللي يصير شنو؟ الاي تي اي اللي تابع للانسان لما تيجي تندمج ويا قطعة الدي ان اي اللي هي تابعة للتاج راح يتغير الكودون، راح يصير جي سي اي، وبالتالي هذا راح يعطيني امينو اسيد غير الجي سي تي. وبالتالي كل السيكونس اللي موجود بالجين هنا لما يقراه، لما يصير له عملية ترجمة، راح يترجم الى بروتين مختلف، فيسميه هذا فريم شيفت. هنا نون فريم شيفت، هنا فريم شيفت. فالفريم شيفت هو ينتج بحدوث طفرة، زين، الطفرة سببها انه عملية القطع غير صحيحة. اتمنى انه تكون واضحة، لو شوية واحد ركز بيها هتكون الامر جدا واضح. The product of gene expression is therefore a hybrid. ليش نسميه a hybrid؟ لانه يتكون من تاج تابع للإيكولاي، وهذا التاج التابع للإيكولاي راح يكون مدمج مما بقطعة بروتين. هل لهذا التاج او هذا الفيوجن سيستم او اللي سميناه ايكولاي سيجمنت، ايكولاي سيجمنت، هل له فوائد؟ بلي له فوائد. اللي يصير انه في بعض الاحيان، في بعض الاحيان لما نصير عمليه الترجمه الار ان اي، الار ان اي زين، بعض الاحيان يكون السيكونس في البدايه متمم للسيكونس في المنتصف، فالسيكونس راح ينطوي على نفسه. لأن شوية جدا مهم هذا، ينبغي الاهتمام إليه. لما راح ينطوي السيكونس على نفسه راح يغلق الرايبوسوم بايندينج سايتس، وبالتالي بعملية الترجمة بعد عملية الاستنساخ الرايبوسوم ما راح يقدر يرتبط بمكانه، وبالتالي ما راح تصير أكو ترجمة. خلينا نشوف هنا، يقول إنه efficient translation، عملية الترجمة الكفوءة المن لل mRNA is sometimes affected by the nucleotide sequence at the start of the coding region. إنه بعض الأحيان عملية الترجمة تتأثر بالسيكونس اللي موجود بجزيئة ال mRNA. في بعض الأحيان، مو جميع الأحيان، لذلك ينبغي الاهتمام إنه قلنا في sometime. طيب sometime اللي يصير شنو؟ إنه this is because secondary structure، لما ال RNA ينعكف على نفسه يسوي secondary structure، نسمي التركيب الناتج من ارتباط جزيئة RNA مع بعض البعض بالsecondary structure. هذا secondary structure شو راح يسوي؟ اللي هو يكون كان result from intra-strand base pair، عملية الارتباط هذا يسموها intra-strand which interfere with the ribosome binding sites. لما راح يرتبط كذا شيء، لما يجي البروتين اللي هو الرايبوسوم يريد يرتبط هنا، ما راح يقدر يرتبط. This possibility is avoided if the tag of E. coli sequence is present. إذا أكو تاج موجود هنا مرتبط، عملية الانعكاف راح تكون صعبة. فبالتالي هنا التاج لعب دور مهم جدا بعملية منع هذا السكندري ستراكشر. طيب، إذا هنا إنه ينبغي الاهتمام على هذا الرسم لأنه جدا مهم. The presence of the E. coli tag may stabilize the molecule and prevent it from being degraded by the host cells. يقول إنه هنا وجود هذا التاج راح يسبب عملية استقرار المن لجزيئة البروتين and prevent it from being degraded by the host cells. يمنع عملية تحطيمها بواسطة المضيف اللي أنتجه اللي هو الإيكولاي. In contrast، بالمقابل، foreign proteins، البروتين الغريب، يعني مثلا انسولين وانتج بايكولاي، هذا نسميه بروتين غريب على الايكولاي، نسميه foreign proteins that lack the tag، اللي يفتقد المن للتاج، are often destroyed by the cells او by the host. عاده خليه الايكولاي تكون تحطمها.
اللي يحدث انه انسولين منتج بايكولاي، جزيئة الانسولين في داخل الايكولاي، الايكولاي ما تحتاجها، بالتالي الخلية لها نظام يميز البروتينات. لما راح نشوف هذه الجزيئة موجودة راح تكون تحطمة، زين، لانه ما تحتاجها. ولكن وجود التاج يمنع هذا الشيء، ليش؟ لانه التاج اللي موجود هو سيكونس موجود اصلا بالايكولاي، بالتالي اذا هذا السيكونس موجود بالايكولاي جزء من البروتين اللي ينتج من هذا التاج الايكولاي تتعرفه، ولذلك هذا يمنع في كثير من الاحيان، زين، يعني كشيء تمويه، زين، بحيث يمنع الايكولاي من تحطيم هذا البروتين، بالتالي التاج ايضا اهميه كبيره في ذلك. اذا هو ستابلايز ذا مولكيول اند بريفنت ات فروم بينج ديجريتد باي ذا هوست سيلز. طيب بعد النقطه الثالثه انه التاج يكون مفيد في عمليه البروتين بيوريفيكيشن. احنا عاده لما يصير اكسبريشن للبروتين اللي سويناه للكلونه اللي دخلناه بالبلازميد، بعد ما تصير عملية إكسبريشن الخطوة اللاحقة إنه أنقل البروتين. وجود هذا التاج في معظم الأحيان يكون مفيد في عملية التنقية. على سبيل المثال نستخدمه في الأفينيتي كروماتوغرافي، ومثال على ذلك إنه عندنا تاج اسمه إيكولاي جلوتاثيون أس ترانسفيريز اللي هو GST. هذا GST تاج يكون إلى القدرة على الإدمصاص، يعني الارتباط وين بالأجاروز بيت اللي تكون حاوي على مادة الجلوتاثيون. الأفينيتي كروماتوغرافيا إذا تذكروه هو عبارة عن تيوب، هذا التيوب يكون حاوي على طوب، هذا الطوب بتكون عادة على سطح الخارجي مواد، يا أما مواد يا أما شحنات، زين، تستخدم في تنقية البروتين. هذه المادة، هذا التاج إلى القدرة على الارتباط بهذا المادة، فبالتالي إذا كانت هذه مادة الجلوتاثيون موجودة على هذه الطوب البيتس اللي سميناها بيتس اللي هي الطوب، زين، اللي هي الكرات المجهرية الصغيرة اللي موجودة ضمن هذا كولوم اللي نستخدمه في عملية تنقية البروتين، بالتالي هذا التاج إلى خاصية الارتباط بهذه المادة. أما بقية بروتينات الخلية فما إلها القدرة على الارتباط، زين. اللي أريد أن أعدك في هذه النقطة هو أنه تعرف أنه التاج إلى فائدة في عملية التنقية فقط. مثال الجلوتاثيون وارتباطه مثال الجي اس تي وقدرته على الارتباط بالجلوتاثيون بالأفينيتي كروماتوغرافي، زين، ما مطلوب التركيز عليه. طيب الآن ذكرنا ثلاث فوائد للتاج. السؤال الأساسي هو التالي، هل وجود هذا التاج اللي سميناه اللي هو الإيكولاي سيجمنت، the presence of the E. coli segment may alter the properties of the recombinant protein. بعض الأحيان قد ربما يحور صفات ال recombinant protein المنتج. يعني على سبيل المثال إنه البروتين وظيفته مثلاً اللي أنا البروتين أريد أن أنتجه مثلاً هو عبارة عن إنزيم قاطع أو هو عبارة عن بروتيز. وجود التاج قد يأثر على الوظيفة، يخلي مثلاً إنزيم القاطع بعد ما يقطع الـ DNA. زين، إذا وجود هذا التاج لأنه عبارة عن بروتين مرتبط ببروتين، أو قد يكون جزء من بروتين مرتبط ببروتين، البروتين اللي أنا أريد أنقي، إذا كان يأثر لأنه مو بالضرورة يأثر، ولكن إذا كان يأثر فشنو هو الحل؟ الحل هو أنه نزيله. كيف يتم إزالته؟ وكالتالي، طيب عندنا على سبيل المثال هذا هنا animal or plant بروتين، هذا عبارة عن شكل توضيحي، وإلا البروتين ما يكون موجود بشكل لينير. أخذنا إحنا بمحاضرات التقانة الأحيائية أنه بروتين يكون عادة 3D structure، ولكن هذا للتوضيح. إذا كان هذا البروتين لينير مالتي، نفرض أنه إنسولين أو growth hormone أو إلى آخره، وهذا هو التاج مالتي. إذا كان على سبيل المثال يبدأ التاج بميثاينين، أو في معظم الأحيان يبدأ ميثاينين لأنه الستارت كودون ATG، فيبدأ عادة بميثاينين. ستارت كودون مات هذا الجين مالتي يبدأ بـ ATG، فإذا ميثاينين، لأن ATG هي كودون سيكونس للميثاينين. مثلا أكو مادة كيميائية اسمها سيانوجين بروميد، زين، هذه المادة الكيميائية تقطع البروتين من الميثاينين، ولكن يجب الانتباه إلى أنه داخل البروتين لازم ماكو ميثاينين، لأن إذا أكو ميثاينين هنا راح السيانوجين بروميد
يقطع هنا ويقطع هنا. زين، بعض الأحيان ما نستخدم مادة كيمياء، قد نستخدم إنزيم. على سبيل المثال ثرومبين، ثرومبين هو عبارة عن إنزيم نسميه بروتيز، يعني إنزيم القدرة على قطع البروتين. وينبغي الاهتمام جدا والتفريق ما بين الإنزيمات القاطعة وما بين البروتيز. الإنزيمات القاطعة الريستركشن إنزيم تشتغل على الدي إن إيه، أما البروتيز فيشتغل على البروتين. مثال على البروتيز هو الثرومبين والاكس اي فاكتور. طيب removing the bacterial segment يعني إزالة التاج is usually achieved، يمكن تحقيقه by treating the fusion protein، لما أعامل هذا الفيوجن بروتين بمادة كيميائية أو بإنزيم يكون قادر على قطع البوليبيبتيد chains at بالقرب or near the junction between the two components، يعني يكون بالقرب قادر على القطع في هذه المنطقة. زين junction معنى أنه منطقة الالتحام ما بين two components اللي هو two frame اللي أقصد به يعني التاج والبروتين الإماتي. For example if the methionine is present at the junction، إذا الميثيونين موجودة في نقطة الالتحام، the fusion protein can be cleaved with a cyanogen bromide، مادة كيميائية إنها القدرة على القطع في هذا المكان، which act which cut polypeptide specifically at methionine residue، تقطع لوين بالميثيونين residue اللي هو الحامض الأميني الميثيونين. Alternatively enzymes such as thrombin or factor XA can be used، يمكن أنه نستخدم ثرومبين أو فاكتور XA لعملية القطع as well. The important consideration، من الملاحظات المهمة اللي إحنا لازم نعتني بها، إنه recognition sequence. recognition sequence هو sequence مات أحماض أمينية. على سبيل المثال مثلا ثلاثة أحماض أمينية أو أربعة أحماض أمينية، خلنا نفرض مثلا ألانين، سيرين، ثريونين ومثلا فيل انيلين، هذه مجموعه احماض امينيه. هذا السيكونس اذا كان موجود مثلا اقدر استخدم الانزيم وبروتيز لعمليه القطع بالضبط مثل الريستركشن انزيمز، ولكن الريستركشن انزيمز يشتغل على الدي ان اي، اما البروتيزات تشتغل على البروتين. طيب السيكونس مالت الجين اللي هو اللي أنا جبت هذا الجين وحشرته، سويت لعملية insertion في داخل الفيكتور، هل هذا السيكونس قد يسبب مشكلة في عملية الإكسبريشن؟ خلينا نشوف. problem resulting from the sequence of the foreign gene، المشاكل اللي تنتج من سيكونس الجين اللي أنا حشره اللي هو الغريب. nucleotide sequence might prevent efficient expression of a foreign gene cloned in E. coli، يقول انه السيكونس مات النيوكليوتيدات في بعض الاحيان قد يمنع عملية الاكسبريشن مات هذا الجين. عملية الاكسبريشن للجين يعني تحول الجين الى RNA. زين، فبالتالي انه وجود هذا السيكونس الغريب، انه سيكونس الانسولين يختلف مثلا عن سيكونس الاي كولاي. ليش؟ لان هذا السيكونس مأخوذ من خلايا راقية، هذا السيكونس الخلايا الراقية بشكل أو بآخر يختلف عن السيكونس بالخلايا البدائية اللي هي البكتيريا. نشوف شلون المشاكل تنتج. The foreign gene يعني الجين الغريب اللي أنا حشرته might contain introns، طبعا لازم أعرف هو شنو الانترونز. الانترونز والإكزونز، الإكزونز هي السيكونس اللي موجود في جينات الكائنات الراقية اللي يتحول إلى coding sequence، يعني يشفر بروتين. الانترونز عادة يكون ما بين الإكزونات، هذا الانترونز ما يشفر بروتين، ولذلك أكو عملية سووها سيبلسينج، زين، بحيث تزيل كل الانترونات. هذا السيبلسينج بروسيس تحدث وين؟ بخلايا الكائنات الراقية. السيبلسينج بروسيس ما موجودة بالإيكولاي، ليش؟ لأنه الكائنات البدائية، الكائنات البكتيريا وغير البكتيريا ما بها انترونز، كلها اكزونز اللي بها، وبالتالي كل الجين اللي موجود عندها هو يحول إلى بروتين. بالكائنات الراقية لازم تتم عملية التخلص من الانترونات قبل عملية تحويل الجين إلى بروتين.
The foreign gene might contain introns. الجينات اللي نأخذها من الكائنات الراقية قد ربما تحوي انترونات. This would be a major problem. هذه قد تكون مشكلة أساسية. As E. coli genes, لأنه E. coli, جينات E. coli ما تحتوي على انترونات. And therefore the bacterium doesn't process the necessary machinery. ما تمتلك الميكانيكية أو اللازمة لإزالة هذه الانترونات من الترانسكريبت. بالتالي هنا بهذه الحالة إذا أكو انترون وإكزون البكتيريا ترجم تستنسخ مباشرة تحول حتى الانترون إلى كودون مات RNA وبالتالي هذا الكودون RNA يتحول إلى بروتين فبالتالي البكتيريا تقرأ الانترون كإكزون وبالتالي راح تحول كل انترون وإكزون المن إلى بروتين وهذا الشيء مو صحيح زين هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه the foreign gene may contain sequence that act as a terminator signals in E. coli. في بعض الأحيان وفي حالات نادرة أنه مثلا على سبيل المثال الستوب كودون TGA موجودة بالإي كولاي ولكن هذه TGA ربما أكو ستوب كودون هذا الكودون مثلا على سبيل المثال بالكائنات الراقية مثلا على سبيل المثال كودون معين يعطي أمينو أسيد الإيكولاي لما نشوف هذا الكودون يتميز على أنه ستوب كودون ولكن هو بالحقيقة هو مو ستوب كودون فبالتالي راح يصير هنا شنو إماتشور يعني تيرمينيشن زين معنى أنه عملية قطع غير ناضجة بمعنى أنه لو فرضنا أنه جين معين مثلا جروث هرمون هذا الجروث هرمون بالمنتصف أكو مثلاً كودون TTA TTA فرضاً تعطي أمينو أسيد مثلاً سيرين حامض أميني الإي كولاي لما أجيب لها هذا الجين مات الجروث هرمون لما نشوف TTA ما تحولها إلى سيرين تتوقع أنه هاي ستوب كودون فبالتالي تقطم لي الـ RNA إلى النصف وبالتالي راح يطلع لي بروتين بالمنتصف فبالتالي هنا the foreign gene معنى أنه جين غريب وربما يحوي على sequence هذا sequence يعتبر terminator أو termination signals بالإيكولاي هذه النقطة الثانية إذن هذه المشكلة الثانية اللي تنتج من sequence بعد the codon of the gene may not be ideal for translation in إيكولاي إنه الكودون هنا شوي ينبغي الاهتمام بهذه المسألة إنه الكودون في بعض الأحيان الكودون اللي موجود في بعض الأحيان في الكائنات الراقية الكائنات البدائية الإيكولاي ما تقدر تترجمها ما تقدر تميزها يعني مثلا الATG دائما تعطينا ميثاينين على سبيل المثال خلنا نفرض إنه TGC هم ما تعطي ميثاينين بس هاي TGC تعطي ميثاينين بالإنسان البكتيريا الإيكولاي ما تعرف أنه TGA همات ميثاينين وبالتالي عملية الترجمة راح تلاحظ بها أكو تصير مشكلة زين Each organisms كل كائن has a preferred codon كودونات محبذة based on the efficiency with which the tRNA molecules in the organisms are able to recognize the different codon اعتمادا على قدرة tRNA tRNA اللي موجود بالإيكولاي يميز كل كودون يشتغل عليها مثلا tRNA يميز الATG كميثاينين هذا tRNA الموجود بالإيكولاي بس هذا tRNA الموجود بالإيكولاي ما يميز TT مثلا C اللي هي تطهم ما تخلق نقول ميثاينين زين اللي موجودة بالإنسان بس tRNA مات الإنسان يميزها الكودون وبالتالي حوليها إلى ميثاينين فبالتالي عملية الريكوجنيشن وعملية الترانسليشن للكودونات اللي موجودة بالإنسان بواسطة جزيئة tRNA زين قد متم بشكل صحيح بالإيكولاي ليش؟ لأنه tRNA مات الإيكولاي مختلف عن tRNA مات الإنسان The E.coli tRNA may encounter difficulties in translating the genes reducing the amount of protein بالتالي هذا راح يقلل عملية البروتين حتى نفهم هذه الثلاث نقاط بشكل واضح نحتاج إلى أنه نفهم الرسم طيب عندنا على سبيل المثال هذا الرسم هنا هذا الرسم هنا إيكولاي
هذا أو أول حالة. إحنا عندنا بالجين أكو إكزون وأكو إنترون وأكو إكزون. المفروض إذا كان أكو يعني هذا إذا كان موجود في خلايا الإنسان، هاي القطعة تلتحم مباشرة مع هذه القطعة وهذه القطعة تطلع برا، زين؟ فش تصير قطعة واحدة، ولكن الإيكولاي ما عندها القدرة على السبليسينج يعني إزالة الإنترون، لذلك راح تحول مباشرة تحول الإكزونات والإنترونات إلى كودون مات بروتين. فنحن شنو هذا إيكولاي cannot excise إنترونات، ما تقدر تقطع الإنترونات، فبالتالي عملية الترانسكريبشن هنا راح يطلع كودون عندي هو مو صحيح، المفروض يزال إنترون present in mRNA، وبالتالي لما يصير translation راح يطلع لي عملية بروتين بروتين غير صحيح. ليش؟ لأنه حاول على الإنترون. طيب هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية premature termination، إنه على سبيل المثال هذا الجين بالمنتصف أكو كودون معين، هاي الكودون المعين تعطي أمينو أسيد، الإيكولاي تميز هاي الكودون على إنه stop كودون، فبالتالي شو راح أسوي؟ راح تقطع لي البروتين بدل ما هذا الشريط المفروض يستمر إلى هنا كل الجين راح ينقطع بهذه النقطة. طيب الحالة الثالثة إنه هو الكودون بيس. الكودون بيس هنا على سبيل المثال هنا عندنا الهيومان جين، الهيومان جين لما نشوف الكودون CCA CCT CCA CCC يعني CCA CCT CCA هذين كل الكودونات الإنسان الـ tRNA لما يشوف هاي الكودونات رأسا راح يسوي عمل يعني يصير recognition وtranslation يحولها الإلمن إلى برولين حامض أمين برولين. بالإيكولاي بس الـ CCG يتحول إلى برولين، أصلا حتى الكودون مختلف عن الإنسان، بالتالي لما تجي الـ CCA بالهيومان جين الإيكولاي tRNA مات الإيكولاي ما يقدر يميز على أنه البرولين. ليش؟ لأنه الإيكولاي tRNA مالتها يميز فقط الـ CCG على أنه حامض أميني اللي هو البرولين، أما الـ tRNA مات الإنسان لا، يميز كودون CCC CCA والCCT على أنه كودون مات حامض أميني برولين. بالنهاية أتمنى أنه قدمت شرح مبسط ووافي وسريع لهذه المحاضرة، ولا تنسوا الاشتراك بقناة اليوتيوب، وأتمنى لكم إن شاء الله التوفيق بالامتحان إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء وشكرا.